ايه يدخلونه معك شوف هذا جل وسوان زكريا يدخلونه بس تعال شفت الجنوي اول محمد بن فهد الحين يسمونه اللي اول الدمام مدخل الدمام طريق الكباري اي من الكباري او اذا جتك اشاره الملعب عدها مع نهايه الملعب يكون الملعب على يمينك تدخل يمين ثاني بوابه على اليمين البوابه رقم 4